بكرامة أرضها الخصبة وحرية سكانها الطيبين، تطل كفر عويد على سهل الغاب وجبال اللاذقية وحماة. تعد واحدة من قلاع الحرية في إدلب جغرافيا. موقعها في الثورة جعل منها صلة الوصل بين ثلاث محافظات، إدلب واللاذقية وحماة، فهي نقطة التقاء الأحرار. ما أشبه اليوم بالأمس بين أزقتها القديمة حكاية ثورة الأحفاد، ثورة جبل الزاوية ضد الفرنسيين، واليوم ضد نظام الأسد. على بيوتها زركشات التراث المعماري الخاص بها، لوحة فسيفساء ربما تكون قد تشوهت بفعل نيران الشبيحة والأمن، لكن ستعود أجمل مع شمس الحرية التي تنتظر في سمائها، تنتظر جلاء غيوم النظام ودخان مدفعيته، شمس سوريا الحرة. يولهان 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 عالمال وحداهن. كفر عويد كغيرها من المناطق الجبلية في إدلب، سحر المكان انعكس على طبيعة شعبها المحب للحياة، وعتاب كفر عويد كانت عنوان سهراتهم. ظلت العتابة كما هي سمة في شعبها، لكن في عتابة الثورة فن من فنون الثورة الجديد لهم. نقلوا سهرة الأهل إلى ساحة كفر عويد، إلى ساحة الحرية. يا ويلي ما عاد تسروح تهمها، وصارت تدف علي تهمها. أصوات أطفالها من عذوبة مياهها. لم يعد هذا الطفل يغني مواويل التراث الشعبي، أصبح أطفال كفر عويد كورال الثورة هنا بأصوات طفولة الجبل. مظاهرات الحرية وتشييع الشهداء مشاهد غابت منها مؤخرا مع غياب الأخبار والاتصالات، مجازر يرتكبها نظام الأسد فيها. ناشطون أفادوا بوقوع أكثر من 100 شهيد فيها في مجزرة جديدة في الجامع الشمالي. كتب على كفر عويد أن تسطر اسمها في كتاب الثورة وفي كتاب مجازر الأسد. كفر عويد تغرق بدماء شهدائها، وصوت النار فيها غيب عصافير أشجارها. وربما يتساءل البعض، هل ستبقى تسميتها بعد انتصار الثورة بكفر عويد، أم ستصبح كفر شهيد؟